تواصل بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية تقديم التيسيرات والخدمات لحجاج القرعة بمكة المكرمة تمهيدا لأداء المناسك. تتواصل عمليات تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة وسط متابعة ميدانية من ضباط بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية، التي وفرت كافة السبل لإنجاح منظومة التفويج، وفي مقدمتها حافلات حديثة تقلهم إلى مكة مزودة بكافة وسائل الراحة وخاصية GPS لمتابعة خط سيرها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. من أول ما دخلنا مطار القاهرة الدولي والخدمة على أعلى مستوى، الباصات كانت مؤمنة وكانت جميلة وعلى أحدث مستوى الحياة ومكيفة، خدمة عالية والناس ما سبتناش وعلى أكمل وجه، واخدين حقوقنا على أكمل وجه والله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. عقب وصول أفواج الحجاج إلى مكة المكرمة تستقبلهم فنادق الإقامة باحتفالات مبهجة، ويتسابق الجميع لخدمتهم في تلك الفنادق التي تتميز بقربها من الحرم المكي الشريف، كما يتواجد ضباط بعثة حج القرعة بشكل دائم لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج القرعة، الذي بدا الارتياح على وجوههم لهذا الاستقبال والخدمات المقدمة لهم. الاستقبال هنا حلو جدا والناس منظمه، توقعتش ان انا هلاقي الاستقبال ده. الاستقبال يعني مش رائع بس فوق الرائع، يعني مشرف يعني. مفيش سؤال سالناه للقائمين من الداخليه الا ولقينا الجواب بتاعه، ولقينا المساعده، ولقينا الاهتمام من بدايتنا واحنا جايين من مصر لحد ما وصلنا هنا. تم انهاء اجراءات التسكين الكترونيا ليدخل الحجاج الى غرفهم التي تتميز بتوافر كافة وسائل الراحة. خدمات الغرف على مدار 24 ساعة، كل يوم عندهم خدمات الغرف في كل دور في كل طابق، موجودين 3-4 إلى 5 عمال لخدمة الغرف لتلبية جميع رغبات الحجاج. من ساعة ما جينا مكة هنا لا برضو الاستقبال مبهر، المكان قريب من الحرم مش بعيد. تتولى غرفة عمليات مكة متابعة أحوال الحجاج على مدار الساعة، من استقبال بالمطار وتفويج إلى تسكين وغيرها من أمور وأحوال الحجاج طوال فترة إقامتهم بالمدينة ومكة، وأثناء أداء المناسك ورد على كافة استفساراتهم وإزالة المعوقات أمامهم. نشكر البعثة المصرية بتاع الداخلية على كل المجهود اللي قايمين به من رعاية اجتماعية ورعاية صحية، ومتواجدين معانا في الفندق 24 ساعة الحقيقة. يعني البعثة المصرية وفرتنا كل حاجة، يعني والله فعلا الواحد ما كانش متوقع ان يبقى فيه تيسيرات كده، كل حاجة موجودة وكل حاجة متيسرة، واي حاجة بنعوزها بنطلبها منهم. الحمد لله الحمد لله، الموضوع مريح جدا، الإقامة كويسة والرعاية كويسة والخدمة كويسة في الفندق والله، واحسن حاجة والله مراعينا كويس والخدمه كويسه 24 ساعه مش محتاجين اي حاجه. لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. وتتضمن منظومه التيسيرات المقدمه للحجاج عقد ندوات دينيه بصفه دوريه بفنادق اقامتهم، بحضور وعاظ وواعظات من وزاره الاوقاف لتوعيتهم باداء المناسك والرد على استفساراتهم. يقوم الوعاظ بالتواجد في الفنادق وبالزي الرسمي مع حجاج بيت الله الحرام، يستقبلون أسئلتهم ويردون عليها واستفساراتهم ويردون عليها، ويقومون معهم سواء بعد العصر أو بعد العشاء بندوات توعوية وإرشادات عامة لحج بيت الله الحرام وشرح المناسك. تحتاج الإناث إلى بعض الفتاوى النسائية قد تتحرج من سؤالها للواعظ لتطمئن قلبها عن مناسك الحج وأداها للمناسك بشكل صحيح. أنا أول مرة أحج وما كنتش أعرف مناسك الحج، وما جيت حضرت الدورات دي ربنا أكرمني وعرفت كل حاجة عن الحج. ندوات ناجحة وبعثة ناجحة بجد والله، يعني عاوز أقول البعثة كلها اللي معانا بتتمنى لنا نطلب أي حاجة. عمل متواصل وجهود تبذلها بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية
لتوفير أقصى درجات الراحة للحجاج ليتمكنوا من أداء الركن الأعظم في الإسلام وهو حج البيت. تتنوع الخدمات التي تقدمها بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية لحجاجها هنا بمكة المكرمة منذ لحظة استقبالهم الحافل بفنادق الإقامة والموجودة بالقرب من الحرم المكي الشريف إلى تنوع واستمرار هذه الخدمات طوال فترة أدائهم المناسك. من مكة المكرمة عبد الله بركات، التلفزيون المصري.